وإنك لعلى خلق عظيم، كلمة ما أعظم قائلها وما أعظم من قيلت فيه. إنه ربنا عز وجل مخاطبا نبينا الأكرم بهذه المقولة لأهميتها في تبليغ الرسالة المحمدية الملقاة على عاتق نبينا من قبل الله عز وجل، لأنه حسن الخلق. مسألة حساسة جدا، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، لكل ذنب توبة إلا سوء الخلق، فإن صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب. وأكبر الأخطاء أننا بسبب هذا الكم نحرم من رؤية رسول الله يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا يوم القيامة رؤيته، وارزقنا صحبته، وتوفنا على ملته، واسقنا من حوضه مشربا رويا سائغا لا نظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره، فلا تحرمني رؤيته يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.